je me rappelle le docteur Khatib كان في هو اللي مدالها المصروف يوسف الخطيب والسفير لا مش يوسف خطيب دكتور خطيب تاع المغرب تاع المغرب الدكتور الخطيب كان في عنده بارتي مع وشافت والسفير فرنسا حتى هو عاونها قال لها مدام أرواحي لفرنسا أرواحي قالت له نو قالت لها قال لها روحي نعاونك تو تخافيش سفير فرنسا بالمغرب عاونها عطا لها راتب يعني ولي زامي باش يدفنوا سي شوف باسكو خويا توفى لا ميم دات كو بابا 18 اكتوبر 71 اون اني ابري جور بو جور وما كانش عندها باش تدفنوا يعني كارثه يعني في الحقيقه انا كنت احنا كنا ما نعرفوش اذا نعيشوا لا غد ولا لا انتم كنتوا تدرسوا كلكم بقيتوا تدرسوا وما نقدروش نتصلوا بال لا بصافي مساله الدراسه بقيتوا تدرسوا نروحوا ليكول وي نروحوا ليكول بصح ليكول فرونسي بصح ما نخلصوا والو كانوا توت ايتي غراتوي جيتي بور سا يعني والمنحه ما رجعتش بعد 71 بعد 72 من بعد ماما اتصلت تماك في اتصلت بالناس تماك في الديوان الديوان الملكي ايه ويعني ما بقاش الانتيريور كي سوكوب صح الديوان ايه بيان